ديل بيرو في الميلان انطلاقا من الموسم القادم الى غير ذلك. لكن في نهايه الامر اليوفي والاليساندرو ديل بيرو اتفقا على تجديد العقد. هذا فيما يتعلق بتجديد العقد، العقد الى غايه 2010. 2008 2009 سيتقاضى اليساندرو ديل بيرو 4 ملايين يورو سنويا. في موسم 2009 2010 ديل بيرو سيتقاضى 3 ملايين و500 الف يورو. طبعا كل هذا الى الجانب مساهمه ديل بيرو في عملية الماركتينج، العملية التجارية، المرشندايزنج إلى غير ذلك، كل ما يتعلق باليوفي خارج إيطاليا، في اليابان، في الصين، في العالم العربي إلى غير ذلك. فالمساهمة تكون من أليساندرو ديل بيرو فعالة جدا لمساعدة اليوفي في هذا المجال. أليساندرو ديل بيرو يوقع إلى غاية 2009 2010، فإليكم هذا الحديث الخاص من أليساندرو ديل بيرو، نتابع. فهو أليساندرو ديل بيرو في تدريبات اليوفنتوس يبتسم كما يفعل كثيرا هذه الأيام. إنه يوم كغيره بالنسبة لديل بيرو مع اليوفي في مشهد يتكرر منذ 15 عاما وسيستمر أيضا لعامين آخرين. فديل بيرو وقع عقده الجديد وحقق انتصارا آخرا له، انتصار يعود الفضل فيه لأخيه ستيفانو الذي قاد المفاوضات الصعبة في الأيام الأخيرة. بالأمس اليوم وغدا ديل بيرو مع اليوفنتوس، ماذا تغير؟ الذي تغير هو أن مسيرتي مع هذا الفريق ستستمر حتى النهاية، لأن عامين إضافيين يعنيان الكثير بالنسبة لي وبالنسبة لليوفنتوس. أكثر من 8 ملايين يورو صافية ستذهب إلى رصيد نجم اليوفنتوس، وهذا ما يعتبر انتصارا له. انتصارا لأن البداية كانت صعبة جدا إلى حد وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة تحدث فيها الجميع عن اليوفنتوس من دون ديل بيرو وعن ديل بيرو بعيدا عن اليوفي، لكن النهاية كانت كما يريد ديل بيرو. وهكذا انتهت فصول تجديد العقد عند 7:30 من مساء الثلاثاء الماضي، بعدما تنازل اليوفنتوس عن خفض الراتب 30% إلى 20%، كما تنازل عن المكافآت المرتبطة بأداء أليساندرو وعن إمكانية فسخ العقد من جانب واحد. ها هو ديل بيرو يبتسم، صارت طريقه أكثر وضوحا، لن يترك تورينو الآن، ربما بعد ذلك سيسعى للاستفادة من اسمه الكبير، الاسم الذي سيستفيد منه اليوفي للسنتين المقبلتين. فديل بيرو صار أكثر من أي وقت مضى يعني اليوفنتوس. لنستمع إليه، إلى أليساندرو، وبماذا فكر عندما ألمح أنشيلوتي أنه يرغب بضم ديل بيرو؟ لم أفكر بشيء محدد، ابتسمت لأنه تربطني بكارلو علاقة وطيدة وأحترمه كثيرا، إن على الصعيد الشخصي أو بالنظر لما نجح بتقديمه في الملاعب عندما كان هنا في تورينو وبالأخص مع الميلان. أي خبر سعيد انتظرته أكثر في هذه الأيام؟ الخبر القادم من أخيك أم من زوجتك سونيا؟ دعني أقول أنني لا أترك أموري للصدفة وحدها، بل أتابعها وأعمل كثيرا لتحقيقها. يمكنني القول أن موضوع العقد كان أمرا منتظرا، سعينا لإنجازه، في حين أن الموضوع الآخر جاء قبله وأنا أنتظره منذ فترة. أليساندرو ديل بيرو إذن يبقى في اليوفي، لكن لماذا اليوفي انتظر كل هذا الوقت؟ لماذا كوبولي جيجي وجون كلود بلان انتظر كثيرا لتجديد العقد لأليساندرو ديل بيرو؟ ربما لأن كوبولي جيجي لا يعتبر صاحب القرار في اليوفي، لأن كوبولي جيجي ليس أنيلي وليس موجي، لأن كوبولي جيجي ليس بيرلوسكوني وليس غالياني وليس موراتي وليس دي لورينتيس وليس رئيس بإمكانه أن يقرر، هو فقط موظف في اليوفي لا أكثر ولا أقل. كان ربما ينتظر قرار من عائلة أنيالي من ألكان لتجديد العقد لديل بيرو. الكلمة لكما. شخصيا كنت أعتقد، وهذا ما يعتقده الملايين من الأشخاص، كان يجب على ديل بيرو أن يكون الأول لاعب أو أول صفقة لليوفنتوس،
لهذا العام فهو كابتن الفريق وكان وفي لهذه الغلالة حتى في السيريا بي، ولقد تم شراءه 15 عام قبل 15 عاما وحينها كان شاب وكان صبي. اليوفنتوس هو أليساندرو ديل بييرو، لا أتفهم لماذا تم تأجيل هذا التمديد، لا أعرف، لا أتفهم. أعتقد أن إداريي اليوفنتوس ترددوا كثيرا. أنا أوافقك الرأي، أعتقد عائلة أنيلي تدخلت وقررت تجد العقد لديل بييرو، وأعتقد أن العائلة كانت محقة لأن ديل بييرو هو راية اليوفنتوس وبجانبه العديد من الملايين من مشجعي ومحبي اليوفنتوس. أليساندرو، يعني هل هذا التعامل مع ديل بييرو يوازي قيمة ديل بييرو، في قيمة ديل بييرو الحقيقية، في قيمة ديل بييرو النجم، ديل بييرو معبود الجماهير في كرة القدم الإيطالية إلى غير ذلك؟ هشام، الحقيقة والواقع أن اليوفنتوس الذي نعرفه، يوفنتوس بونيبيرتي، يوفنتوس أغنيلي، اختفى كليا. يوفنتوس العريق بشخصيته وبتصرفه وبتصرفاته وبطريقته في تسيير العقود اختفى كليا، لأن رأينا ضعف إدارة الفريق عبر تصرفات جوبولجيلي وسيكو وغيرها من الإداريين. ليس من الممكن أن يترك ديل بييرو من دون تمديد العقد لمدة شهرين، والصحف تتحدث والنقاد يتحدثون والجماهير تتذمر، هذا شيء غير معقول. وأخيرا وفي نهاية المطاف تدخلت عائلة أنيلي وحلت هذه المشكلة، لأن ديل بييرو رمز اليوفنتوس أكثر من كوبوليجيلي وأكثر من سيكو وأكثر حتى من إيلكان. نعم جون، أكثر من أخيه جون. أعتقد أن ديل بييرو مع اليوفنتوس بغض النظر عن مجهوده وإنجازاته الرياضي، أعتقد أن حتى على صعيد السمعة والصيت ساهم كثيرا ديل بييرو لتشهير الفريق. يجب أن لا ننسى أن اليوفنتوس تعرض للمحاكمة وتم إبعاد عن السيريا، ديل بييرو واجه الكاميرات وواجه الصحف وواجه النقاد ولعب مع الفريق حتى في السيريا بي، كان يستحق معاملة أفضل بكثير. وأعتقد أن هذه المشكلة والجدل حول تمديد العقد أثر كثيرا على مستوى ديل بييرو مؤخرا. نعم، وبعد الضغط من قبل الجماهير ومن قبل النقاد اضطر الفريق على تجديد العقد لديل بييرو، لأن جماهير اليوفنتوس تريد ديل بييرو. والذي أثار غضبي هو أن رانييري قال ديل بييرو بالنسبة لي لاعب كأي لاعب، هذا الشيء غير معقول. ديل بييرو رمز الفريق وراية الفريق. أعتقد أن رانييري أضع فرصة كبيرة ليساهم على حل هذه المشكلة، مشكلة تمديد عقد ديل بييرو. أعتقد أن الجماهير سوف لن تنسى موقف رانييري، وأعتقد أن رانييري أضع فرصة ثمينة، وهذا شيء غير لائق. لكن يقال أو قيل في أوساط اليوفي وفي تورينو أن خلال مناقشة عقد ديل بييرو، ستيفانو ديل بييرو شقيق أليساندرو ديل بييرو هو القائم بأعمال أليساندرو، ثم الكوبولي جيجي جون كلود بلان في الاجتماع قبل توقيع العقد إلى غير ذلك، الكلمة الأخيرة الذي الرجل الذي قال نعم لابد من التوقيع فنواصل مع أليساندرو ديل بييرو هو كلاوديو رانييري. رانييري هو الذي قال الكلمة الأخيرة قبل توقيع الأخير من طرف أليساندرو ديل بييرو. نعم. إذا ما قال رانييري لا، هل سوف يوافقوه؟ هل لديه السلطة؟ هل لديه النفوذ؟ جماهير اليوفنتوس ماذا سوف تفعل؟ النقاد، الصحف، ماذا كانوا سيفعلون لو قال رانييري لا، لا أريد ديل بييرو؟ من مستحيل لرانييري أن يقول لا. أعتقد أن لرانييري
لا القوة ولا النفوذ لكي يقول لا نعم أريد هذا أو أن يتم بإمكاننا الإبعاد أو بيعه والتخلي أو الاستغناء عن هذا اللاعب. أعتقد أن ليس لرانييري القدرة والنفوذ. أليساندرو، هل أن السن يلعب دور في مثل هذه العقود؟ يعني دونادوني قال قبل مباراة أمام جورجيا وأنو ديل بيرو مع ديل بيرو السابق، ديل بيرو السنين الماضية إلى غير ذلك، ما عاد بإمكانه أن يلعب 90 دقيقة، فربما تم التركيز على هذه النقطة في النقاش مع ديل بيرو فيما يتعلق بالعقد. نعم بإمكاننا أن دونادوني اكتشف الماء الساخن، اكتشف شيء بديهي، لأن هذا شيء طبيعي وهذا شيء إذن فهو وليس باكتشاف خارق للعادة. نعم الزمن يمر للجميع. ديل بيرو ليس بإمكانه لعب 90 دقيقة وهذا يعرفه الجميع، ولكنه يظل لاعب كبير وبإمكانه أن يدخل من دكة الاحتياط في الشوط الثاني في الأوقات الصعبة، بإمكانه أن يحل المشكلة وأن يصبح مصيري في أي لحظة، لأن كل مرة يدخل الميدان يبرهن أنه لا يزال لاعب كبير ولاعب مصيري وحاسم. أعتقد نعم العقد تم تجديده لأن الإرادة كانت لعدم التخلي عن ديل بيرو. نعم بكلمات بسيطة، ديل بيرو هو اليوفنتوس. نعم يجب أن نوضح هذا الشيء. بالنسبة للعالم بأكمله ديل بيرو هو اليوفنتوس، ليس كان من الممكن لليوفنتوس أن يستغني عن ديل بيرو. ما كان يجب عليهم فعله هو تجديد فورا عقد ديل بيرو واعتباره الصفقة الأولى للفريق لكي يبرهن الفريق للعالم بأكمله أن ديل بيرو هو رمز الفريق، وهذا شيء مشهود له وهذا شيء معروف. أعتقد لو حدث هذا الشيء مع الميلان أو إنتر كان سوف يتم تجديد عقد ديل بيرو تلقائيا. أعتقد أن إداري اليوفنتوس أخطأ.